واحد واولمبيك مدنين متعادل مع نادي القربي في 90 0 مقابل 0 الى حد الان الفريق المباشر نادي القربي متعادل 0 مقابل 0. اكيد هذه النتيجه تخلي الشبيبه في صداره المجموعه الاولى بعد يعني تعادل النادي القربي مع اولمبيك مدنين ولو انه المقابلات اكيد ما زالت ما انتهتش في دقائقها الاخيره. فرصه الهجمه من جديد للشبيبه هيثم تاج يسقط ما يخوش الكوره الحكم يرجع للمخالفه لصالح المهاجم هيثم تاج اللي نزل منذ قليل مكان محمد الفالح تتنفذ المخالفه بسرعه. محمد امين الغابي على الجهه اليسار محمد امين الغابي ينتظر المعاوده يلعب مع الصادق الجمال الصادق مازال مستحفظ على الكوره ينتظر الصادق شو يعمل يغير على اليسار كوره لاسكندر النفات النفات يوزع في القائم الثاني الدفاع في مره اولى وفي مره ثانيه هيثم تاج يرتكب المخالفه يرتكب المخالفه على دفاع مستقبل المحمدية في اللحظات الأخيرة من زمن المباراة ثلاثة أهداف مقابل واحد مع تغيير قادم يحيى المطيري على حافة الميدان الحكم يؤمر باستئناف اللعب قبل التغيير. على كل حال ننتظر اللحظات الأخيرة من زمن المباراة ترجع الكرة لصالح المستقبل إزر الحمروني الظهير الأيمن يحاول باش يمر التغطية من اسكندر النفاتي بعد الخطوره كما جات في اتجاه هيثم تاج يعمل الترويض يدور بالكوره يلعب مع الغابي الغابي ياخذ الكوره قبل ما تخرج مازال مستحفظ عليها الغابي يلعب مع المكور المكور التمريرات يعني قصيره من اجل استهلاك ما تبقى من وقت في هذه المباراه. تعليل فريوي في الاخير يطول الكوره بدون خطوره تخرج تماس ترجع من جديد مع التغيير في اللحظات هذه دخول يحيى المطيري مكان شكون مكان ال 24 محمد الصادق الجمالي سيغادر اللاعب المتالق يعني الشاب لاعب المنتخب الاولمبي في وسط الميدان اضافه كبيره لمحمد الصادق الجمالي اللي يخلي مكانه ليحيى المطيري لاعب الشاب للشبيبه الرياضيه القيروانيه. تعود الكره من جديد لصالح المستقبل الرياضي بالمحمديه كوره عن طريق اللاعب هاني كريم يغير على الجهه اليمنى اللاعب اسامه بن ترشه اللي نزل في الشوط الثاني طول الكوره في اتجاه ازر الحملون من جديد على نقل الكوره لكن التغطيه موجوده من الياس الناجري قدم مقابله محترمه كذلك الظهير الايسر من جديد تخرج الكره تتجاوز الخط النهائي وتخرج 6 امتار لصالح الشبيبه الرياضيه القيروانيه. ينظر للساعه نتاعه حكم الساحه احمد الزوادي وفي هذه الاونه بالضبط يعلن نهايه المباراه بانتصار الشبيبه الرياضيه القيروانيه على حساب مستقبل المحمديه 3-1 الانتصار الثالث على التالي للشبيبه بعد زوز انتصارات امام النادي البنبلي ومستقبل وادي الليل اليوم انتصار من خارج الديار امام مستقبل المحمديه اللي في الحقيقه فريق يعني يفرض الاحترام ربما الوضعيه اللي خلت الفريق هذا يلعب البراج اكيد كان ربما يحضر لرابطه ثالثه مستوى اول يلقى في اسبوع في الرابطه المحترفه الثانيه. على كل حال من نجمه كان حيو الفريق هذا حتى الاطار الفني يعني ما عندوش برشا مع الفريق للامانه ان شاء الله ياخذ وقته ويصبروا عليه وكل الدعم لهذا الفريق اللي في الحقيقه لقينا كل الترحاب هنا في مدينه المحمديه من كافه الحضور واجواء رياضيه وروح رياضيه كبيره حتى بين اللاعبين بعد نهايه المباراه. وهذه هي الرياضه يعني في اعلى قيمها نود زول النتائج. الف مبروك للشبيبه وحظ اوفر لفريق مستقبل المحمديه في قادم مشواره في الرابطه المحترفه الثانيه. نعطيك الخط عبد الله في انتظار تصريحات ما بعد نهايه المباراه. اكيد الف مبروك لجمال الشبيبه الرياضيه القيروانيه الانتصار اليوم 3 أهداف مقابل هدف. شكرا لك سيد يعطيك الصحة في انتظار بعد قليل تصريحات ما بعد المباراة. ونذكر بالنتائج الحينية نهاية المباراة بانتصار مستقبل مرسى على نجم الراتسي 2-0 مستقبل جيبس ينتصر على مستقبل وادي الليل 1-0 الشبيبة تنتصر خارج الديار أمام مستقبل محمدية 3-1 أمل الركبة إلى حد متقدم على جندوبة الرياضية 2-1 أولمبيك مدني في اللحظات الأخيرة مازال متعادل مع نادي القربي 0-0 امل الجربه يتعادل مع نادي البنبلي 2-2 هلال المساكن متعادل مع الملعب الجبسي 0-0 وبالنسبه للرابطه الاولى اتحاد بن قردان يفوز على اتحاد المنستيري 1-0
نادي صفاقس يلعب في الوقت الضايع متعادل 0-0 مع الأمل الرياضي بحمام سوسة، والنادي الإفريقي يعادل في التسعين يعني في الوقت البديل هدف مقابل هدف أمام مستقبل الرجيش، والمباراة ما زالت متواصلة في الوقت البديل إلى حد الآن. نرجع مع السيد مرة أخرى مباشرة من ملعب المحمدية. أكيد عبد الله في حجرات الملابس معنا رئيس الهيئة التفكيرية في الحقيقة، يعني بعض الأجواء والأمور التنظيمية أكيد لازم تكون في أفضل حالاتها. نحاولوا ناخذوا معنا أكيد لاعبي التبيبة الرياضية القيروانية، والا اكيد واحد من الاداره الفني سواء المدرب والا المدرب المساعد. يعني كما تعرف عبد الله الامور التنظيميه في حجرات الملابس ما بعد نهايه المباراه في انتظار انه يكون معنا واحد من اللاعبين والا من يعني او معنا باعي. نحاولوا ناخذوا معنا رئيس الهيئه التسييريه للشبيبه الرياضيه القيروانيه في مراد بلكحة مباشرة على موجات الحياة فيها. في مراد الشبيبة الرياضية القيروانية اليوم قامت باللازم، يعني تأكيد لزوز انتصارات في القيروان بانتصار اليوم من ملعب الصعيب أمام مستقبل المحمدية. صحيح هو انتصار ما كانش سهل، منافس صراحة محترم جدا يلعب على أرضية ميدانه أمام جماهيره دافعوا على حظوظهم. فريقنا كان أفضل فوق الميدان، استحقينا الانتصار عن جدارة. فريقنا قاعد يأكد من جولة إلى أخرى أنه عقد العزم على العودة إن شاء الله للرابطة المحترفة الأولى. إن شاء الله نكملوا على نفس المنوال، نكونوا متواضعين في الرياضة مكتعرف لابد مش كل مقابلة نحضروها على حدة. إن شاء الله على نفس المنوال بالعزيمة هذه وبالروح الانتصارية وبالاستعداد الجيد للمقابلات والتركيز. إن شاء الله كل مقابلة نعطيها حقها، انتصار يليه انتصار. ان شاء الله ناكدوه في الجوله القادمه والجولات اللي باش تليها، وبقدره ربي الشباب بفرع كره قدم في الاكابر ان شاء الله موسم استثنائي. هنيئا للاعبين اللي طال الفني كل المسيرين المحيطين بالجمعيه، نداء لحباه باش يدعموا الفريق ويمنوا به، وبقدره ربي الفريق هذايا قادر على تحقيق ابهى الانتصارات. ان شاء الله في نهايه الموسم يكون فريقنا متوج ان شاء الله بالصعود. يعطيك الصحة رئيس الهيئة التسييرية للشبيبة في مراد بلاكحة. كيف كيف واحد من الملاعبية اللي في الحقيقة اليوم قدموا مقابلة كبيرة وصاحب الهدف الأول أحمد الفزاني، يظهر لي ثلاثة أهداف اللي سجلتهم في الشوط الأول سهلوا عليكم المقابلة وبقيتوا تجاري، وفي الشوط الثاني وانتصار مهم من ملعب صعيب ضد مستقبل محمدي. الحمد لله الحمد لله، والله انتصار معناتها مهم جدا، معناتها سيرتو ديما هذيك السيريور كي جبت لها بوان مش كيما تجيبها في بلادك عندها طعم خاص. النادي الكل كانوا حاسين معناتها بالمسؤوليه وحاسين معناتها اللي لازمنا نجيبوا 3 بوان، وعملنا اونتام باهيه في الشامبيونا، معناتها ما عادش عندنا الحق باش نعملوا حتى عثره. بقدره ربي باش نقعدوا منظمين معناتها ونخدموا على رواحنا وان شاء الله ربي معانا. والمسؤوليه عندها رجاله والشبيبه فيها رجال وفيها جوائز رجال، وبقدره ربي باش نوصلوا الامانه لبلاصتها ان شاء الله. تخدم مليحه اليوم هذولي فازين. ديما يخدم مليح ديما نص امريكا ديما يخدم مليح خويا منظمين وربي بقى علينا الستر. يعطيك الصحه احمد الفازاني لاعب الشبيبه الرياضيه القيروانيه. من الجهه المقابله نحاولوا ناخذوا مدرب مستقبل المحمديه خليل عبيد في تصريحات ما بعد نهايه المباراه. يظهر لي خليل ثلاثه اهداف اللي معناتها قبلتوهم في الشوط الاول هما اللي صعبوا عليكم العوده في المباراه. نعرفوا كيف كيف يعني الوضعيه اللي فيها الفريق، فريق كان مؤهل يعني باش يلعب رابطه هوات مستوى اول في ظرف اسبوع يلقى روحه باش يلعب رابطه محترفه ثانيه. بعض العوامل اللي ربما اليوم ما خلتكمش جاريو المقابله كما يلزم من الناحيه الفنيه. صحيح، شوف اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم، نحب اول حاجه معنا نشكر الاولاد على القلايب اللي عندهم، خاطر سي با فاسيل في سبع ايام نلعبوا ثلاثه مباريات، دونك ثلاثه مباريات في سبع ايام في افكتيف تري ليميتي، معنا تقريبا عندنا 18 جوار ندوروا فيهم، في معنا 18 جوار افيك دي بوست اون دوبليور معنا فهمت، دونك معنا فما دي بوست اللي ما عندناش فيهم لي دوبليور ما نجموش ندوروا الافكتيف، نجموا ندوروا في تروا بوست اكزاكتومون، بار كونتر لي بوست الاخرين ما نجموش ندوروا فيهم. دونك الاولاد ما قصروش، هذاك هو معنى اللي يلزم يعملوه قاموا به. قبلنا اهداف على معنى تقريبا ثلاثه اخطاء معنى فرديه كانوا على مستوى معنى المركز في لي بالاريتي مالغري معنى خدمنا عليها وكل شيء، لكن تعرف سيرتو وقت اللي فولي فيزيك ينقص لو مونتال سي رولاش
دونك ما فما حتى مشكل. درس الوليدات راهو وليدات صغار معدل الاعمار تقريبا 21 عام في الفريق، تقريبا عندنا ثلاث جوار كادر وباقي كل اعمارهم بين 18 و21 سنه، يخدموا على ارواحهم، الناس الكل معاهم ساهرين، اون اكسبت ريزلتا، فرحانين بالبريستاسيون والجروب، ديجا معناها المورال اللي هو ما فما حتى مشكل، نخدموا الغدوه وان شاء الله تجي تراف ونجموا نحضروا ونخدموا على رواحنا، على خاطر تعرف الوضعيه اللي تحط فيها الجمعيه ماهيش ميم بي ديغاليتي مع الجمعيات الاخرى، تقريبا نحن مدنيين باش نقعدوا نلعبوا حد واربعه تقريبا حد واربعه، وصعيبه تقريبا نحن لاعبين على الاربعه ونربعه اليوم، دونك باش تعمل 4 بوان على توتال دو 3 ماتش في بلادك ديجا فما خير من جمعيات اخرى اللي بنيوا عليها والقادم خير ان شاء الله. يعطيك الصحه وان شاء الله بالتوفيق. خلي العبيد مدرب اولمبيك مدرب مستقبل المحمديه في الحقيقه، اكيد روح رياضيه كبيره. من جهه المقابله نحاولوا ناخذوا معنا مدرب الشبيبه الرياضيه القيروانيه محمود الدريدي مباشره على موجات الحياه فهم. محمود يثر لي اليوم ثلاثه اهداف اللي سجلتهم في الشوط الاول، سهلوا عليكم المقابلة وبقيتوا تجاريوا في الشوط الثاني رغم انه شبيبة كانت قادرة باش تنتصر بأكثر معناتها من ثلاثة أهداف في المقابلة نتاع اليوم. والله يا حاجة الحمد لله توفيق من عند ربي، ثلاثة نقاط مهمين برشا كونت الأدفيرسير في الحقيقة محترم برشا، راهو معناها ما نحبوش نقصوا من قيمة العباد الحقيقة، قلقونا في برشا وضعيات، الحمد لله عرفنا كيفاش نتعاملوا معاهم، كنا حاضرين بدنيا وذهنيا، وبعد كما قلت انت حاولنا نجاريو المباراه، حاولنا نسجلوا اكثر، لكن الاولاد معناها في الانكونسيامون يحبوا يحاولوا يحافظوا على النتيجه، دونك الحمد لله اللي في كل الحالات اهم شيء هما ثلاثة نقاط. ثلاثة انتصارات على التوالي، زوز في القيروان، ثلاثة أهداف خارج القيروان، يظهر لي حتى على المستوى الأجواء تكون أفضل وتحضر مليح المقابلات القادمة. أكيد ديما الانتصار به في أي وضعية وفي في كل الوضعيات، معناها الانتصار يخليك تعمل براحة ويخلي الجروب أنا ياخذ أكثر ثقة في نفسه، وكما قلت لك نحن كل مباراة ناخذوها أبار وكل مباراة معناها نلعبوها نركزوا عليها معناها وحدها، وبإذن الله ربي يبقى علينا الستر ونكملوا نواصلوا ونخدموا في هذه إن شاء الله ديما مفرحين جماهير الشبيبة. يعطيك الصحة محمود الدريدي مدرب الشبيبة الرياضية القيروانية، تقريبا عبد الله هكا خذينا فكرة على تقريبا الناحية التسييرية، كان معنا رئيس الهيئة التسييرية في مراد بلكحل كيف صاحب الهدف الأول أحمد الفزاني، محمود الدريدي المدرب الأول للشبيبة الرياضية القيروانية من جانب المقابل خذينا خليل عبيد، يعني في الحقيقة أجواء ممتازة برشا في حجرات الملابس، تعرف عبد الله ربح يجيب الربح، تفاؤل كبير هنا في المجموعة يعني وثيقة كبيرة، إن شاء الله الشبيبة الرياضية القيروانية أكيد مازال المشوار طويل، مازال بكري ما نحكيوش توا على الصعود، إن شاء الله كل مقابلة يتم تحضيرها على حدة، والمهم اليوم ثلاثة نقاط مهمين من ملعب صعيب ملعب المحمدية، يعني حتى جماهير مستقبل المحمدية في الحقيقة كانت يعني في تغشى شوية خليني أقول على الأداء نتاع الفريق نتاعها، معنا فايد بن حسين هداف الشبيبة خليني أقول اليوم ثالث أهدافه في الموسم، هدف الجي اس كا بثلاثة أهداف، واليوم سجل كيف في مباراة اليوم فورمة كبيرة لفايد بن حسين وإضافة كبيرة على مستوى الخط الأمامي، يخلي الشبيبة الرياضية القيروانية ترجع اليوم بثلاثة نقاط أمام مستقبل محمدية. والله يا خويا الحمد لله دروبون في وقتهم، يعني كما تعرف احنا الأولانيين حبينا نكونفيرميو الماتش هذا، عملنا نتام دي ماتش باهي معناها ودخلنا مركين الأول، مركينا الأول كي عدلونا زاد ما سلمناش، مركينا الثاني وكونفيرمينا بالثالث اللي هو يعني كان الكاو بالنسبة لنا. فالكاو دي زمي تو عرفنا كيفاش نسيروا الماتش والحمد لله يا ربي تروح بوان وان شاء الله تروح جاي في القروان ان شاء الله نكون فرميه وان شاء الله شبيبة الفورمة هذيا فين؟ والله الحمد لله خويا الحمد لله صديق من عند ربي هذا من نجم نقول يعني وثقة من الإطار الفني وصحابي زاد اللي كانوا أحسن داعمين ليا ودخلوني في الجو وبالطبيعة هذا كل مش نعمل فيه وحدي، أصحابي هم اللي دزوا معايا وهم اللي خلوني في الكرة إن شاء الله نكملوا هكا، احنا قوتنا يعني في السوليداريتي نتاع الجروب الكل وقوتنا يعني في اللحظه نتاعنا، ان شاء الله نكملوا هكا خويا وربي يوفقنا ان شاء الله وبحول الله نودوا جماهير الشبيبه ان شاء الله تنعم طلوع وترجع لمكانها الطبيعي ان شاء الله. يعطيك الصحه فايد بن حسين
هكا نكون عبد الله كملنا مع تصريحات ما بعد نهايه المباراه. باهي ميساج محمد الفالح اليوم ساهم في الانتصار، خلينا نكملوا معاه. هو محمد الفالح، محمد يظهر لي اليوم فورمه كبيره للاتاك، خدمه مليحه، 3 اهداف خارج الملعب نتاعك، انتصار ما كانش سهل، لكن المهم انكم انتم احسمتوا المقابله في الشوط الاول وهذا اللي سهل عليكم المباراه. الحمد لله الحمد لله، جمعه كامله قاعدين نخدموا، الاولاد ما قصرناش، حاطين اوبجيكتيف كل ماتش وماتشوه. طبقنا الكونسيلي تاع لونترينور، جمعه كامله الاولاد كونسونتري على الماتش. الحمد لله توفيق من عند ربي، الاولاد هكريت كلنا لحمه واحده قلب واحد، هذه الحاجه الباهيه ان شاء الله بقدره ربي. الشبيبة ماشي في طريق صحيح وان شاء الله ناسيونال السنه العام ان شاء الله. ان شاء الله يعطيك الصحه سيد بن حسين محمد الفالح، عفوا اكيد هكا نكملوا بتصريحات ما بعد نهايه المباراه. اكيد الف مبروك اول حاجه لجماهير الشبيبه الرياضيه القيروانيه، انتصار اليوم يعني من الناحيه المعنويه اول انتصار خارج القيروان اكيد باش يعطي دافع معنوي كبير للمجموعه هذه في قادم المشوار، وخاصه المقابلات في ملعب حمد العواني اللي ما يلزمهاش تساوم فيهم الشبيبه من حيث تحقيق الانتصار. الف مبروك مره اخرى للجي اس كا، وهكا نكونوا كملنا تغطيتنا لمباراه الشبيبه القيروانيه ومستقبل المحمديه اللي انتهت نذكر مره اخرى بانتصار الشبيبه 3 اهداف مقابل 1. اجمل تحيات سيد ترابلسي، وان شاء الله اكيد ملتقانا في مواعيد رياضيه قادمه. يا عبد الله يعطيك الصحة السيد على الوصف والتعليق على هذه المباراة. نذكروا نهاية المباراة بانتصار الشبيبة القيروانية على مستقبل محمدية 3 اهداف مقابل هدف. نذكر بشريط الاهداف، الهدف الاول كان سجله احمد الفزاني دقيقة 11، هدف التعادل ضربة جزاء خليل دبش دقيقة 16، دقيقة 22 محمد امين الذويبي يسجل الهدف الثاني للشبيبة القيروانية، وفي دقيقة 45 قبل نهاية الشوط الاول فايد بن حسين يسجل الهدف الثالث للشبيبة الرياضية القيروانية. هاو نعطي النتائج الكاملة. مستقبل المرسى يفوز على النجم الراسي 2 مقابل 0، 0 ل 0. اولمبيك مدني يتعادل مع النادي القربي، امل جربه يتعادل مع نادي بمبلا 2-2، مستقبل جبس يفوز على مستقبل وادي الليل هدف مقابل 0، هذا في المجموعه الاولى. ومقابله متقدمه في المجموعه الثانيه، هلال مساكن يتعادل مع ملعب الجبسي 0 مقابل 0. تقريبا شبيبه قيروان الوحيد هو المستفيد في هذه الجوله بانتصار الفريق الوحيد هو اللي انتصر خارج الميدان، فريق شبيبه قيروان. او نعطي بالنسبه للترتيب بعد نهاية الجولات الأربعة الأولى، في المركز الأول الشبيبة القيروانية 10 نقاط، المركز الثاني النادي القربي 8 نقاط، مرتبة الثالثة مستقبل المرسى 7 نقاط، المركز الرابع مستقبل جيبس 5 نقاط، المرتبة الخامسة كل من أمل جربة، نادي البنبلي، جندوبة الرياضية، أولمبيك مدنين، مستقبل محمدية بأربع نقاط، المرتبة العاشرة نادي البنبلي 3 نقاط صاحبة النجم الراتسي، والمركز الأخير مستقبل وادي الليل بنقطة واحدة. بالنسبة للرابطة المحترفة الأولى الدفعة الأخيرة 3 مقابلات، اتحاد بنجردين كان انتصر على الاتحاد المنستيري هدف مقابل 0، النادي صفاقس ينهي المباراة متعادل مع أمل حمسوس 0 مقابل 0، ومستقبل أرجيش يتعادل مع النادي الإفريقي هدف مقابل هدف. بالنسبة للترتيب اتحاد بنجردين في المركز الأول ب 12 نقطة، المركز الثاني لمستقبل سليمان 9 نقاط، المرتبة الثالثة الأولمبي البيجي 8 نقاط، المركز الرابع للاتحاد المونستيري 7 نقاط تنقصوا زوز مقابلات، المركز الخامس مستقبل الرجيش 6 نقاط، 6 نقاط، المركز السادس نجم المتلوي 5 نقاط صاحبة أولمبيك سيدي بوزيد اللي تنقصوا مباراة، والمركز الأخير للنادي الإفريقي نقطة وتنقصوا 5 مقابلات. هذا بالنسبة للرابطة المحترفة الأولى، هذا بالنسبة للدفعة الأخيرة. نذكر أنه فريق الشبيبة القيروانية فاز خارج الميدان أمام مستقبل المحمدية بثلاثة أهداف مقابل هدف. نذكر أنه بالنسبة للشبيبة في الجولة القادمة باش تستقبل في القيروان مستقبل جابس اللي انتصر اليوم مستقبل جابس على مستقبل وادي الليل هدف مقابل صفر. ونعطي بالنسبة للدفعة الأخيرة غدوة لحد المجموعة الثانية، قوافل القفصة باش يواجه سبورتينغ بنعروس تحكيم أسامة رزقالة، سبورتينغ المكنين يواجه مكارم المهدية الحكم خالد قويدر، القلعة الرياضية يواجه جمعية جربة الحكم وليد المنصري، شبيبة العمران باش يواجه ترجي جرجيس الحكم محمود قسعة، نادي حمام الأنف باش يواجه الملعب الصفاقسي الحكم بلقدار. هذه بالنسبة للمجموعة الثانية للرابطة المحترفة الأولى.
نذكر بالنسبه للدوري الانجليزي مانشستر سيتي انهزم من برينتفورد 2-1. بقيه المقابلات انطلقت، برونموث متقدم على ايفرتون 2-0، ليفربول 40 دقيقه لعب متقدم على ساوثامبتون 2-1، 0-0 بين نوتنغهام كريستال بالاس، توتنهام تعادل مع ليدز يونايتد 1-1، نيوكاسل يونايتد ينطلق اللقاء 6:30 مع تشيلسي، ولفرهامبتون ارسنال 9:15. بالنسبه للدوري الايطالي، نابولي متقدم على اودينيزي 3-0، 6:15 سامدوريا متقدم على ليتشي، وبالنسبه للقاء الاخير بالنسبه لشالكس 4 بيار ميونخ 6:30 متاع العشيه، وفي الدوري الفرنسي 5:15 لونس كليرمون فوت، و9 متاع ليل رين تولوز. زميلي محمد بن عياد يصلح لي المعلومه، نابولي 3-2 اصبحت النتيجه. قلت بالنسبه للدوري الفرنسي زوز مقابلات الخمسه، لونس كليرمون فوت و9 متاع ليل رين مع تولوز. الف مبروك للشبيبه الرياضيه القيروانيه، الانتصار الثالث على التوالي. اليوم يجي خارج الميدان امام مستقبل محمديه 3-2 مقابل 1. هكا ما نجمو نخرج كان باغنيه شبيبه القيروان عز الالوان الاخضر والابيض عز الالوان، ان شاء الله مع نهايه الحصه اكيد انه استاد الحياه. ما زلنا مواصلين اكيد بعد قليل في نشرة الأخبار إن شاء الله العشرة متاع الليل، تصريحات ما بعد المباراة بالنسبة لمدرب الشبيبة القيروانية محمود الدريدي وأحد لاعبي الشبيبة القيروانية. هكا وصلنا لنهاية استاد الحياة، شكر خاص للجنود الخفاء، أيمن ليجا اللي كان في الإخراج التقني، محمد سيف الدين بولعريس في الإخراج الرقمي، مدام سوسن اللي كانت في تنسيق المكالمات الهاتفية، زبير العياري زميل التحق بنا حاليا، محمد بن عياد، محمد امين الثابتي، وكذلك السيد الترابلسي في الوصف والتعليق المباشر. عبد الله الحطاب يقول لكم شاهية طيبة وتصبح على خير. الاخضر والابيض عز الالوان، الاخضر والابيض عز الالوان، وروحي نفديها نبديها.